باينه باللي حرتي ما عرفتيش شنو توجدي الغداء ولا العشاء. ايوا لالا وسيدي راكم في المكان الصحيح، اليوم غتوجدوا معايا واحد الكغاطان كيجي بنين بزاف، واهم حاجه الطريقه سهله وسريعه وبمكونات جد جد بسيطه، والاهم من ذلك راه كيجي بنين بزاف. صراحه ما تخيلتش يكون بنين لهالدرجه. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش تحطوا لي لايك والاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد. كما راكم عارفين ديما كنحاول نقدم لكم وصفات اللي هي سهله وسريعه وبنينه وبمكونات جد بسيطه، وكنحاول نشارك معكم سر من اسرار الطبخ. تبعوا معايا الطريقه. غادي نحتاجو في هاد الكغاطان جوج حبات الباذنجان كبار، غادي نقطعوهم دوائر اللي هي متوسطه كما كتشاهدوا. بالنسبه للصوص غادي نحتاج هنايا جوج ملاعق كبار من زيت الروميه، ملعقه صغيره من الزعتر، وملعقه صغيره من قزبور حبوب مطحون، وملعقه صغيره من ثوم بودره، ممكن توضعوا الثوم العادي، وغنحتاج ملعقه صغيره من الكركم والقليل من القزبر. غادي نخلطوا هاد المكونات جيدا. غادي نسهل عليكم الماموريه باش تربحوا الوقت نفس المول. فاش غنطيبوا الكغاطه غادي نضيفوا الباذنجان، وغنضيفوا ليه القليل من الملح، وغادي نضيفوا ليه لاصوص اللي حضرنا من قبل. بالنسبه لهاد لاصوص كتعطي واحد البنه اللي هي زوينه بزاف. كما راكم عارفين الصوص اللي يكون فيهم الزعتر والثوم كيجيو بنانين بزاف. دابا غادي نحاول ندهنوا هاد الدوائر ديال الباذنجان، غادي نحاول ندهنوهم كاملين باش يتشربوا ليا هاد لاصوص، يعني كاملين البنات كما كتلاحظوا. دابا غادي ندخلوه الفرن مشعول من الفوق من التحت على درجة حرارة 150 درجة. غادي نغطيه بابي كويسون او بابي الومنيوم او مقلات، ضروري تغطيوها البنات. بالنسبه للحشوه غادي نحتاجو بصله متوسطه نقطعوها طريفات صغار، غادي نحتاجو كذلك فهاد الحشوه كورجيت متوسطه، غادي نقيوها مزيان وغادي نحكوها بهذه الطريقه هذه باش طيب لينا دغيا ما تاخذش لينا بزاف ديال الوقت. غادي نحتاجو جزره متوسطه غنقيوها مزيان وغنديروا ليها نفس الطريقه ديال الكورجيت. نوضعوا زيت الزيتون، غادي نوضعوا الدوائر ديال الطماطم بهذه الطريقه هذه. في اطار اسرار من اسرار الطبخ باش تربحوا الوقت راه ما تحتاجوش تقطعوا الطماطم طريفات صغار، كيما قطعتوها راه غادي تطيب وتولي صوص. غادي نضيفوا القزبر، غادي نضيفوا ثوم بودره او ثوم عادي، غادي نضيفوا الكركم قليل من الكركم نصف ملعقه، غادي نضيفوا البصله اللي وجدت معكم من قبل، غادي نضيفوا الكورجيت. بالنسبه لهاد الحشوه راه ما كنضيفوش ليها الماء، كنبقاو نستمروا في التحريك حتى كطيب معنا، راه كطيب دغيا ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. غادي نضيفوا الجزر اللي وجدت معكم من قبل، وغادي نضيفوا اللحم المفروم او الكفته، جوج ملاعق من صلصه الطماطم. بالنسبه لهاد الصلصه راني وجدتها في الدار، صراحه كتجي بنينه بزاف. غادي نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف. غادي نوضعوا القليل من الملح، وها هي الحشوه ديالنا وجدات، كتجي بنينه ومعلكه. وها هو الباذنجان ديالنا وجاد، كيجي طيب بزاف كما كتلاحظوا، وفيه واحد الريحه اللي هي زوينه بزاف. غادي نبداو نوضعوا الحشوه اللي حضرنا من قبل بهذه الطريقه هذه، غادي نوزعوها على المول كامل، وغادي نضيفوا الجبن الموتزاريلا او الجبن الاحمر او بجوج مخلطين لكم الاختيار. غادي ندخلوه الفرن يكون سخون من قبل شاعل من الفوق ومن التحت، وغادي نشارك معكم سر اخر من اسرار الطبخ.
الا بغيتو الفرمج ديالكم يتحمر دغيا وما يتحرقش، غادي تحاولوا ما امكن تقربوه للعافيه اللي تتكون فوقي في الفران، يعني ملي توضعوا المول غادي تحاولوا تقربوه للعافيه اللي تتكون فوقي باش يتحمر دغيا وما يتحرقش. وإلا بغيتو نشارك معكم انواع الفرماج اللي هما مزيانين، الموتزاريلا والجبن احمر كذلك، كتبوها لي في التعليق. الا استفدتوا من الفيديو ما تنساوش تحطوا لي لايك للتشجيع والضغط على زر الاشتراك في الصفحه ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم وشكرا لكم.